يعني شو هالحياة كانت فظيعة أيامهم معقول كل هالقصة والسيرة مشان بس تقول له إلا أنت؟ لا بس هي كمان نجات يعني ست طبعا حفظ الألقاب يعني ست بصراحة كانت محظوظة قوي في الألحان اللي غنتها قوي يعني أنا ما بقعد أفكر الحقيقة بحسدها أوقات على كم الألحان الحلوة يعني كل الملحنين عملوا لكل الناس حلو قوي بس ليها هي أحلى ما عمل عبد الوهاب بالذات في الأغنية القصيرة عمل لنجات صحيح حقيقي الأغنية القصيرة بالذات من محمد عبد الوهاب إلا أنت من قريب منك بعيد يا خبر أبيض عليادي عليادي الله مجموعة كبيرة صحيح عمل لها ألحان من القصيرين دول شيء مش معقول هي حقيقة وبليغ عمل لها حاجات مش معقولة كمان دكتور المسافر و... مثلا يعني هي خدت بصراحة شوية أستاذ الموجي مثلا عمل لها حاجة برضو أنا بموت فيها اللي هي أما براوة وغنيتها برضو على المسرح أنا بموت في الغنيت ونجات بالتحديد فكل شوية أنكش كده وأخدة منها حاجة وأقولها على المسرح عشان ما بقاش بحسدها على الفاضي كده يعني أما برضو بفرج عن نفسي شوية هو كان كمان حاجة مهمة جدا كان اجتماع يعني الفنانين وال يعني ملحن والشاعر والمطرب بصفة مستمرة وبصفة دائمة يطبخوا أغنية أنا أتصور أنه يعني أنا فترة من الفترات عملت هذا مع الكتاب يعني كانت تطلع أعمال جميلة طبعاً القعدة أنا أتصور هذا يعني يعني خد وهات وتلاقي هو جود وانت جودت بالضبط أنا أتصور أن هذا مفيد العمل يسمع مفيد اللحن كتير أكيد طبعاً ويحفظه كتير إحنا دلوقتي يعني بتسمعين مرة كده وانت في البيت وتروحي على الاستوديو على طول يعني مسألة اختلفت تماماً صحيح بنعمل أغاني حلوة وصحيح ملحنين يجننوا كمان الشبان وشعرة حاجة يعني جميلة وبنغني أغاني حلوة بس أنا أقصد الحميمية الروح تانية خالص أنا أفتكر يعني في تسجيلات تلاقي مثلا عبد الوهاب مثلا قاعد وست أم كلثوم قاعدة بتغني مثلا ودارة الأيام على تسجيل نادر جدا يعني شيء خيالي لما تسمعي تلاقي عبد الوهاب بيقول ازاي ودارت الايام بوجهه نظر والست ام كلثوم قاعده هي نفسها قاعده بتتنطط من الخيال اللي هي سامعاه من الملحن لا يعني كانوا عايشين عيشه بصراحه احنا اتحرمنا عنده جدا طب تعال غني لنا شيء تعال انت غني لنا شيء شو انا غنيت هلا غنيت لك ايش غنيتي لي هلا غنيت الله بعرف انك غنيتها 17 مليار مره بس كثير بحبها لا تقولي لي قالوا ترى برافو عليك قالوا ترى برضه انا كمان بحبها قوي انا بموت عليها هتغنيها معانا دي طبعا. دي من يعني انا بحس انه انت عبادي عملتها بشكل مختلف عنك حتى يعني شكل اللحن مش متوقع منك يعني لازم مش تتخيلي انه ده لحن عبادي مش عارفه ليه حسيت انه انت نفسك خرجت من اشكال الواحد متعود عليك فيها عملت فورم غير مختلف صحيح تماما صحيح مع ان انا عملت من اللون ده يعني عملت اكثر من اغنيه يعني ولكن دي الاغنيه يمكن الكلام احيانا فكره الكلام احيانا بتاخدك للسكه بتاخدك سكه كده وتعمل فيها مثلا في يعني يمكن هي دي كثير ناس سألوني جت على بالك كيف هي جت على بالي من الكلام الكلام فيه شيء من التهكم لو تقول الكلام قالوا ترى في حبها ويل وأسى وهموم قلت إن قتلني حبها حسبي تقول مرحوم قالوا لي أنسى ذكرها من تبها ملزوم قلت أبشروا يا عادلين بنسى لذيذ النوم الله يعني في تهكم على فهمت من هنا جات فكرة ها 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 بنسى غيظ الله فأحيانا يعني أنا أقصد أحيانا يتوفق الملحن في يصور المعنى بشكل يحسوه بالناس ويمكن من أسباب نجاح الأغنية هذه يمكن الناس حسوا بفكرة تمام هي الأهات يعني فيها دلع فيها شيء يعني فيها كأنه قلب هيك عم يغني أنا هي أول أغنية حبيت لك ياها يعني هي أول شيء بصداقتنا قالوا ترى غنيناها على فكرة كتير بس أول مرة اسمعوها الناس كانت بدبي إنما غنيناها زمان غنيناها كتير يا الله أيام إن شاء الله بتنعاد يا رب العالمين يا رب
يا اختي انا بستنى كده ايه اسمع شويه انبسط وبعدين اقوم جايه اول ما خلاص اتسلطن اجي بقى. Oh,